والآن مع الشاعر الأستاذ عبد الله مفتاح. نص بعنوان حسب النار. قدمت ضرعا بعشق قلبه ثمن، لا تحسب النار جرحا ليس يندمن. فالعشق دين ثقيل لا قضاء له، كالنار لهفا لاهل النار اذ دخلوا. ضعف يهيم على الابدان قاتلها، والشعر ضعفا اذا تجتاحه العلل. ثعبان شؤم نظير الناس مهلكهم، يستخرج السم من انيابه امل. تقسيمة الله الارزاق عادلة، بالعشق قد ظلم الاقوام ان جهلوا. ان يجهلوا ظلمه ياتي بكارثة، يحكي بها حكمة يحكى بها مثل. يحكى بها ما يحيل الدوح مقبرة، من الف بيت فصيح ما به خلل. وقد عجبت من العشاق منفسهم، شعرا أليما لقول قاده الملل. للحقد كرها على العشاق قاطبة، وقد عجبت بحب كيف يرتحل. بل كيف يشفى أناس قال قائلهم، إن الحبيب كبار راح ينتقل. بين الحواشي وفي الشريان قد سكن عقلا وأغلقه والقلب يعتقل. عقلا وأغلقه والقلب يعتقل. نفسا وأحرقها روحا وأتلفها عين، وغارت بحزن صابها الحول. تبكي فراقا وجفوا نادعا ألما، أيتلف الضيف قوما دارهم نزلوا. أيتلف الضيف قوما دارهم نزلوا. أيتلف الحب قلبا كان منزله. لعل قلبي عبد خاشع وجل يرجو وصالا، فجود الوصل مكرمة. أليس فيكم فؤاد زاره الخلل؟ فالنفس جدا قحولا واميا جردا، تخضر أرض جمالا ذاقه البلل. أقول شعرا لعل الشعر يثمنني، يشكو بما غضب يشكو بما غدروا ظلما وما فعلوا. وابكوا جميعا فإن الدمع يغسلنا، ولينزلوا شر حمل جاهل حملوا. بالشعر تشفى جراح ليس يحسمها، قول الطبيب ومن للطب ينتحل. شكرا جزيلا للشاعر الشاب الأستاذ عبد الله مفتاح.